ما فهي نحكي على فرض انه انا اجاني كلاينت وحكى لي انا مثلا في هذه الداشبورد بدي اعرض معلومات معينه. طبعا موضوع الاتشار هذا ممكن كمان نحكي عنه لاحقا، بس بدي مثلا في الداشبورد هذه اعرض حاله الطقس مثلا، تمام، بدي هيك في مكان من في الاماكن هذه اجي احط هيك حاله الطقس. ممكن اجي هنا مثلا في هذا التيبل استبدل واحط فيه مثلا اسعار العملات مثلا. فبدنا نشوف كيف احنا نربط مع مواقع خارجية. خلينا انا اعمل كونسيومينج للاي بي ايز تبعتهم. احنا يمكن في الكورس شفنا كيف احنا نبني اي بي اي، وهذا الشيء يمكن مش صعب كثير، لان احنا كيف نعمل كونسيومينج اي بي اي، يعني كيف انه انا اخذ بيانات من شركات او مواقع ثانيه بتقدم لي خدمات معينه، وهذه الشغله كثير مطلوبه. فاحنا هناخذ هيك شيء بسيط في الاول، كيف نربط مثلا مع موقع بيعطيني حاله الطقس، موقع بيعطيني مثلا سعر العملات. في زميلتكم كانت مرام اعتقد كان عندها بروجكت مطلوب منها انه اليوزر لما يفوت على الموقع حسب مكانه حسب بلده انا اوتوماتيك اجيب له حاله الطقس في المدينه اللي هو ساكن فيها. هنا طبعا كان بيتطلب شغله اضافيه انه انا من الاي بي ادرس تبع اليوزر بدي اعرف هو من اي بلد، تمام. فانا صاي انه انا وعدتها انه انا اعطيها بشكل للكل، لانه كلكم حتستفيدوا من الفكره هذه حتى اليوم الجاي. شكرا تطول. يعني هي لما جت يوم الاثنين كانت متاخره. طيب ما الفيديو مسجل فهي بتتبع معنا او اللي بيروح عليها بتشوف في الفيديو. فالان خلينا نحكي انه انا دائما نفس الفكره، بس احنا عشان شغالين لوكال هوست، تمام، فغالبا موضوع انه الاي بي يجيب لي المدينه مش حيظبط، غير لازم نرفع شغلنا على السيرفر. بس احنا هنعمل زي سيميوليشن للقصه هذه. الان اكيد بدور انا على مواقع، اكيد بصير الفكره دائما اما انه الكلاينت بيقول لي انا بدي استخدم اي بي ايز من هذول المواقع تحديدا، او الكلاينت مرات بيكونش عارف، فانا بروح ادور على شو في مواقع بتعطيني الخدمات هذه. الان موجود موضوع انه انا اعرف اسم البلد من الاي بي، هذه بنسميها الجيو اي بي، تمام، يعني انا اعرف المدينه او البلد تبعت اليوزر من الاي بي ادرس تبعه. هذا احنا بشكل عام تبحثوا عن حاجه اسمها جيو اي بي، تمام. اجيت اشهر موقع عنده داتابيز كامله هو موقع اسمه الماكس ويند، ماكس مايند عفوا، كان في الزمانات فري. حاليا هم توجهوا انه لا، انه انا لو بدي اخذ الداتابيز تبعت كل الاي بي ادريسز بالبلدان وتفاصيلها في لايسن، يعني لازم اشتريها. عاملين هم نسخه لايت، يعني فري بس لايت. ايش يعني لايت؟ يعني مفيش فيها كل البيانات، فانا ممكن بعض الاي بيز ما اقدرش اجيب بياناتها، فمرات بيكون ريسكي اني يعني استخدمها على موقع يعني برودكشن ولايف، لانه مش ممكن ما يجيبليش بيانات. الفكره ان انا طبعا هنا هذا الموقع سيعطيني هو ملف الداتابيز نفسه، مرات بيكون حجمه كبير وانا بدي اعمل له انستول عندي على جهاز، او بستخدم ملف او بحاول اقرا من الملف، او مرات في مواقع بتعطيني اي بي اي، يعني انا بدل ما انزل ملف عندي او انا اخذ نسخه من الملف عندي، لا انا بروح ابعت ريكوست على اي بي على رابط معين، ببعث له مثلا اي بي ادرس وبيروح يرجع لي المعلومات. فانا مثلا رحت بحثت على انا بدي فري جي او اي بي سيرفيس، تمام. زي ما حكينا عندنا هذه النسخه الفري جي او لايت 2، بس اعتقد هم حاطين فيها فيها تفاصيل، ممكن نشتغل على موقع اخف من هذا. وهنا طبعا بتطلب مني اخذ دائما مثلا انا باخذ هذه المعلومات من عندهم، بس انا بحاول اجد دائما في فكره اي بي اد عفوا اي اي بي اي انا بدي اعمله كونسيومنج. الفكره دائما مش شيء ثابت، ليش؟ انا اقرا الدوكيومنتيشن تبعهم كيف انا استخدم الخدمه تاعتهم، تمام. فاغلب المواقع اكيد بتطلب مني اكون اصلا انا عامل ساين اب عندهم، يعني عامل اكونت. هنا طبعا بطلب مني اعمل داونلود لفايلز، انا صايب لا بديش استخدم موضوع داونلود، انا بدي احاول اشتغل من خلال اي بي اي، فمش عارف اذا هذول موفرين اي بي اي للموضوع هذا او لا. في هنا في بعض المواقع كمان بيكونوا هم عاملين يعني
يعني في مرات بعض المواقع بتعطيني باكج جاهزه بدل ما انا ابرمج كيف انا استخدم الاي بي اي تبعهم، يعني ابعت الان ريكوست نيتف على الموقع تبعهم، لا هم بيعطوني لايبراري هي داخليا بتعمل الريكوستات، فانا بصير بس بحكي له هات لي كذا وبترجع لي البيانات بشكل جاهز. وانا لاحظ هاي مثلا عاملين باكج للبي اتش بي، طبعا هاي موقعهم على الجيت هاب، وهذا الباكجست، طبعا الباكجز في هنا بيعطيني انه انا بروح على موقع على صفحة الجيت هاب نفسها، ومرات بيكون فيها دوكيومنتيشن يفترض انه انا كيف استخدمها، زي هيك مثلا انا حيصير عندي كلاس اسم مثلا من فراود، وببعت له طبعا هذا الاي بي، هذا مثلا التكست هو عباره عن اللايسن كي، لان بكون لما عملت ساين اب بيعطوني هم لايسن كي عشان يعرفوا مين اللي بيستخدم الاي بي اي هذا. تمام، الان بصير مثلا لا لا حسب، هو غالبا لما يكون فري ممكن يكون لكذا موقع، بس احنا مرات ممكن كل مشروع نستخدم له لايسن كي مختلفه. ليش؟ لانه ممكن هو يعطيني ريستريكشن انه انت معك عشان فري معك في الشهر مثلا 1000 ريكوست، فلو انا خليت خمس مواقع يستخدموا نفس اللايسن كلهم حيندمجوا في ال 1000 ريكوست، لا فبعمل لكل كل واحد لحال افضل، خاصه لما حكينا موضوع الفري بطلب الشغلات هذه. مثلا بحكي لي كيف انا ببعت ريكوست، مش هذا انا حاسه هيك معقد وبيلينج وتفاصيل، فانا مش حنستخدم هذا، حنستخدم اي بي اي هيك ابسط في الاول، بس في النهاية الفكرة واحدة. أنا حتى كمان بيهمني إنه أنا ما بدي أستخدم باكج جاهزة، يعني هي اللي بانية الريكوست، أنا بدي أشوف كيف أنا بدي أبني الريكوست تمام من خلال اللارافيل، عشان بعد هيك لو إحنا استخدمنا أو وقعنا مع أي موقع بيعطيني أي بي أي بس مش معطيني باكج أنا أكون قادر أشتغل معه. تمام، في واحد كان هذا الموقع توب 5 بيست فريز يو أي بي داتابيزز، هذا كان حاطط هيك، لا مش مش هذا اي بي اي، هذا موقع مثلا اسمه اي بي جي لوكيشن دوت اي او، برضه بقدم خدمة الجي او اي بي، ببعث له الاي بي ادرس، هنا بيعطيني اكزامبل، فبروح يعطيني ايش شو اسم البلد من الستيت، هاي لحظة جاب لي معلومات السيتي طبعا ما جابهاش حسب، لأنه ممكن بعض الدول زينا احنا مش معترف فينا كتير. تمام، بس هاي جاب لي التايم زون، جاب لي الإحداثيات وين موقع على الخريطة كمان بالضبط، الاي اس بي ادرس من اي شركة، الاي اس بي هو مزود خدمة الانترنت مثلا، في عندي هاي التفاصيل اكتر. طبعا انا مرات بيهمني مثلا بدي الكانتري كود عشان منه ممكن اجيب حالة الطقس او اسم المدينة. اللغة وين اللغة؟ لا يعني انا حسب الجنسية تبعته اعرض لغة الموقع مثلا، موضوع مثلا زي بيعطيني كمان هاي اللانجوج اي ار يعني تبعت المستخدم، برجع للكرنسي مثلا والكرنسي كود، هذا مثلا بهمني لو انا بدي اجيب شيكل هم بعتبره اكيد، فهم بعتبره مثلا انه، فهذه كلها معلومات انا ممكن استفيد منها. طبعا كل المعلومات في اي نظام اي بي ايز بترجع لي على شكل جيسون. تمام، طبعا هي شكل الريكوست انا لازم ابعته، ببعت ريكوست بهذا الشكل على يعني هذا الادرس او الرابط اللي حبعت عليه، وحكون بعت له انا الاي بي ادرس، فراح يرجعني ريسبونس بالطريقه هذه. الان حنشوف احنا كيف نبعث هذا الريكوست. طبعا هذا بيتطلب فعليا انه انا يكون عندي زي يعني لو قرانا الدوكيومنتيشن حكينا له بدي الاي بي جي لوكيشن اي بي اي، هيقول لي انت حتبعت ريكوست ومن ضمن البارامترز اللي لازم تبعتها حاجه اسمها الاي بي اي كي. تمام، يعني هنا في عندي حاجه اسمها الاي بي اي كي، اغلب الخدمات المواقع بتقدم لي اي بي ايز بتكون معطياني زي اي بي اي كي او ابلكيشن اي دي طبعا، وكيف ابعته، هل ابعته مثلا في الهيدر تبع الريكوست، هل ابعته من ضمن الرابط،
لو كان ريكوست بطريقه البوست ممكن البوست ممكن ابعته البارامترز كله بيختلف، بس في النهايه الاغلب المواقع اللي تقدم لي خدمات لازم اكون بتعطيني زي اي بي اي كي عشان بيستخدموه فعليا عشان يعرفوا مين اللي طلب الريكوست هذا. يعني يعني هو مش الاوثنتيكيشن، هو منه بيعرفوا انه صاحب الحساب اللي باي كي تبعه هذا هو اللي طلب الريكوست. لو بدعمينهم ليميتيشن انت معك في الشهر 1000 ريكوست بيقدروا يحسبوا على الاي بي اي كي هذا. الان هذا الموقع فري ساين اب فري طبعا لعدد لا شيء محدد. انا بتذكر عملت عليه اكاونت، خلينا نروح اعمل لوجن باي ايميل عملت تمام. فهذا مثلا الاي بي اي كي تمام، ممكن اعمل ريجينيريت له اغيره. واحد مثلا حسيت انه هذا الاي بي اي انكشف، يعني في ناس صارت تبعت ريكوستات باستخدام الاي بي اي كي تبعها بنحسب عليها قاعد، فانا ممكن في هاي الحاله اعمل ريجينيريت الاي بي اي كي واغيره. طيب خلينا نشوف كيف حنربط مع الاي بي جي لوكيشن في البدايه، لان عاده احنا عشان نرتب الكود تبعنا بنحاول انه نعمل زي اذا ما فيش باكج للموضوع هذا احنا بنبني هيك يعني كلاس مصغره للتعامل مع الاي بي اي هذا عشان نرتب الكود، وفي نفس الوقت عشان في اي مكان في الكنترولر في الابلكيشن تبعي احتاج اطلب هذه الخدمه خلاص انا عندي كلاس بس علي ابعث له الاي بي مثلا وهو يرجع لي الريزلت، عشان ما نبنيش دائما بشكل مباشر في الكنترولر، يعني مش دائما اكتب الكود تبعي بشكل مباشر في الكنترولر لانه ممكن احتاج الكود في مكان ثاني هيك حضطر اكرر الكود لا. فاحنا دائما ممكن نبني زي هيك كلاس بسيطه للسيرفيسز اللي انا بدي استخدمها. طبعا احنا بامكاننا داخل مجلد الاب تبع المشروع انه انا اضيف اي مجلد اضافي انا بدي اياه، مثلا لو انا عملت مجلد سميته سيرفيسز مثلا لاي شيء انا له علاقه بخدمات بدي انا استخدمها، هي عملت فولدر سيرفيسز تمام. احنا بنتكلم هنا على سيرفيس تبعت الجي او اي بي، فانا ممكن اسمي الكلاس تبعت الجي او اي بي نيو فايل مثلا جي او اي بي PHP. حسب مبدأ الـ PSR4 في الأوتو لودينج اتفقنا بيكون النيم سبيس حسب الاستراكشر تبع المجلدات، فأنا هذا الملف إذا النيم سبيس تبعه حيكون عبارة عن إيش؟ App بعدين Services واسم الكلاس واسم الملف. فاحنا سمينا الملف جي او اي بي، فبدنا نلتزم بالكيس سنسيتيف يعني يكون ليش. تمام خلينا نعمل public function مثلا بحكي له get ببعث له الاي بي، يعني هذا الميثود بدي ابعث له الاي بي حتروح ترجع لي يفترض الريزلت. لا الان الوضع الطبيعي لما بدنا نعمل احنا بدنا نبعث فعليا بدنا نبعث ريكويست من سيرفر لسيرفر. لقيت الوضع ايش فكره الاي بي ايز؟ انه انا ببعث ريكويست على رابط معين وهذا الريكويست حيرجع لي ريسبونس كجيسون، بس احنا متعودين انه عاده الريكويست بيجي من كلاينت. الان احنا الريكويست حينبعث من سيرفر لسيرفر، لو انا بكتب من الباك اند انا في البي اتش بي اذا انا ببعث ريكويست من سيرفر لسيرفر، فيش عندي متصفح، فيش عندي برنامج زي البوست مان لما شفناه في الاي بي ايز. اذا في هاي الحاله انا بدي اشوف شو في عندي اكواد في البي اتش بي بتسمح لي ابعث ريكويست. من المتعارف عليه في كل لغات البرمجه في بروتوكول او سيرفيس اسمه سي ار ال، هذه تقريبا موجوده في كل لغات البرمجه ومن ضمنها البي اتش بي. هذه هي فعليا النيتف البروتوكول انا ممكن استخدمه عشان ابعث ريكويست من سيرفر لسيرفر. لان في ظهر بعدك باكجز مبنيه على السي ار ال، فانا بدل ما ادخل في اللو ليفل تبع السي ار ال انا ممكن لا اروح على ليفل اعلى تمام. ففعليا اللارافيل في طبعا باكج اسمها اتش تي بي جازل اذا سمعتوا فيها او جازل اتش تي بي، هذه مبنيه على السي ار ال.
جيت كمان اللارافيل راحت بنت باكج في نفس اللارافيل اسمها ال HTTP كلاينت، تمام، مبني على الجازل اللي مبنية على السي ار ال. فصار انا عندي في ليفل رقم 3 صرت انا على، طبعا هنا فعليا حيكون اسهل التعامل، بس انا مثلا نكون فاهمين يعني شو السي ار ال وكيف بيتم استخدامه، لكن احنا فعليا في المرحله دي احنا ممكن نشتغل بشكل مباشر على ال HTTP عشان يكفي عندنا مثلا فساد في اللارافيل اسمه HTTP. طبعا هاي النيم سبيس تبعه، هذا الفساد بقدر استخدمه عشان ابعت اي ريكوست بدي اياه. لو ابعت ريكوست بطريقه الجيت فبحكي له جيت، وبحدد في الجيت الرابط اللي حبعت له الريكوست. لو ابعت ريكوست بطريقه البوست يعني كاني عامل سبميت لفور، بحكي له HTTP بوست. لو ابعته بطريقه البوت نفس الفكره، لانه غالبا الاي بي ايز ممكن الريكوست يكون بدون لازم مثلا هو بيحدد لي في الاي بي اي هذا الريكوست لازم تطلبه كجيت او لازم تطلبه كبوست. زي لما احنا نعرف الراوت، لما كنا نعرف الراوت بنحدد هذا الراوت لازم يكون جيت او بوست او ديليت. نفس الشيء الاي بي ايز ممكن هو في الدوكيومنتيشن يحكي لي هذا الريكوست لما بدك تطلبه بدك تطلبه كجيت او بدك تطلبه كبوست. طبعا هذا الريكوست في الدوكيومنتيشن تبعهم، يعني نرجع نفتح الدوكيومنتيشن تبعهم من هنا. طبعا هنا لو بدي انا عندي اكثر من اي بي ادرس، هو ما فينا اكثر من اوبشن، يعني لو انا عندي اكثر من اي بي ادرس تبعت ريكوست كبوست. طبعا كيف انا ممكن افسر؟ لحظه، هذا هو انا مستخدم السي ار ال، هنا بيعطيني اكزامبل كيف بنبعت كسي ار ال كوماند لاين، احنا هنحوله لكود. فلما الاقي كلمه بوست قبل الرابط معناته ريكوست بوست، بس احنا فعليا هنا سي ار ال بدون كلمه بوست او اي شيء معناته جيت، يعني هذا الريكوست يعني احنا بنبعت كجيت. طيب الان يعني هذا هو العنوان اللي حنبعت عليه الطلب تبعنا. فانا مرات ايش بعمل؟ مثلا انا ممكن يكون عندي في الاتش تي بي حاجه اسمها البيز يو ار ال اللي هو ايش؟ الرابط الاساس. الرابط الاساس هو هذا بدون يعني العنوان الرئيسي، تمام. بعد هيك انا بدي ابعت ريكويست جيت على الباث اللي بيجي بعد الهوست اللي هو الكلمه التكمله انا شلتها اللي هي كلمه اي بي جي، وهذه فكان وانا فعليا الرابط بس قسمته، لانه مرات انا بيكون البيز ثابت لكل الاي بيز بس بصير يتغير الجزء اللي بعد. طب الجيت هذه بدي ابعت معها بارامترز اللي هي مين؟ الاي اي كي والاي بي نفسه اللي انا بدي استعلم عنه، تمام. اذا انا لو بدي ابعت بارامترز بدل ما احط انا علامه استفهام وكذا، ببعت في نفس الجيت ميثود اري في السكند ارجيومنت فيها كل بارامتر وايش قيمته. فانا بقول له عندي بارامتر اسمه بي اي كي، طبعا انا لازم نلتزم كيف هو بطلب مني نفس اسم البارامتر هذا. مثلا هو قال لي بي اي كي ومثلا الكي كابيتال، لازم التزم انه الكي كابيتال. طيب الـ API key هناخده من الموقع من هنا، كوبي حطينا نتأكد موضوع الـ spaces لزيادة نشيل في عندي أنا قوس. تمام، عندي الـ IP طالب مني أبعت هنا IP، إذا بدي أقول له هنا الـ IP. طبعا الاي بي هو انا حكون ممرر وهيني كمتغير لانه هذا بيتغير. هيك احنا فعليا بعتنا الريكوست، حيرجع لي الريسبونس، يعني هذه الجيت هتروح ترجع لي الريسبونس، تمام. الان الريسبونس بيرجع على صيغه جيسون، يعني زي ما احنا شفنا في الدوكيومنتيشن وحكى لي انه حيرجع لك ريسبونس زي هيك شكله تقريبا، بس هنتكلم على اي بي ممكن هاي الريسبونس اللي بيرجع عباره عن جيسون داتا، لان الجيسون اللي فعليا هي سترينج. فالوضع الطبيعي انا بحول هذا السترينج بعمل له حاجه بنسميها جيسون ديكود، يعني بحول السترينج الجيسون ل اوبجكت عندي في البي اتش بي او ل اري، يعني غالبا يا بتحول لاوبجكت او بتحول لاري عشان بصير اسهل في التعامل معه. فانا الان هذا الريسبونس اللي بيرجع هنا عباره عن ريسبونس اوبجكت من ال HTTP كلاينت تبع اللارافيل.
هذا response object بيحتوي على ميثود اسمها json اوتوماتيك بتحول البادي تبع الريسبونس اللي رجع للسترنج لجيسون لا من جيسون للاوبجكت الاصلي. فانا ممكن اعمل ايش لو انا بدي احصل على الداتا نفسها، يعني نحكي خلينا نحكي نعتبرها الداتا، اقول له response واستدعي ميثود اللي اسمها json. ليش معطيني هنا خط احمر؟ بوست هذا سكرنا، هذا البوست موجود. اي فانكشن هذه؟ لا اي هو معطيني هنا، معطيني قبل. لا معلق خلاص اوكي، مع السيف راح. احنا ممكن نعمل ريتيرن للداتا هذه. بعد ما ايش يعني حولناها للاوبجكت نفسه. لو نعمل تيست خلينا نعمل كنترولر او بلاش كنترول، ممكن في صفحه الداشبورد احنا اظن عملنا لها كنترولر، نروح نطلب ريكويست على اي بي معين. خلينا احنا نطلب الاي بي تبع الاي بي تبعنا. طبعا انا ممكن احكي له قلت له انا جربته من عندي من لوكال هوست على الفاضي، لانه الاي بي حيعطيني 127.0.0 هذا مش حيعطيني معلومات عنه. بس هو الوضع الطبيعي احنا هنروح على مثلا زي الكنترول تبع الداشبورد. احنا عملناه ولا لا؟ لا ما عملناش. خلينا نعمل كنترولر للداشبورد. طب احنا كيف ربطنا الداشبورد؟ وين ملف الويب؟ احنا كنا نرجع ملف فيو مباشر. اوكي نعمل كنترولر وهو اللي بيرجع ملف الفيو، هذا افضل. PHP Artisan ميك. خلينا نحط الكنترولر في نيم سبيس، نسميه مثلا داشبورد سلاش داشبورد كنترولر. داشبورد النيم سبيس كتبنا غلط، ممكن نعمل كنترول سي كيف مش عشان يجيب كل الفانكشنز. بس انا داشبورد فيش عندي كرييت وابديت ديليت، انا داشبورد مجرد حصلت عرض ليش الواجهه هذه، مش محتاج اعملها ريسورس. تمام هاي الكنترولر زي الداشبورد نيم سبيس، وهي الداشبورد كنترولر. هذا يفترض حنحط فيه اكشن واحد هو ممكن الاندكس، وهذا الاندكس هو حيرجع ريتيرن فيو هذه اللي احنا كنا عاملينها. وهنا هذه بدل الفانكشن حنستبدلها بالكنترولر، هقول له هات لي الداش بورد كنترولر كلاس والاكشن اللي اسمه اندكس. بالطريقه هذه او بطريقه الاب اللي انتم متعودين عليها. تمام حكينا الفرق بين التنتين، وفي النهايه اي واحده منهم تمام. ممكن نعطي اسم لهذا الرابط عشان نضلنا لو احتجنا نسميه داشبورد. لأن في الوضع الطبيعي لو انا بدي اجيب الان بستخدم السيرفس انا بنيتها، فالوضع الطبيعي بروح اعمل اوبجكت من الجيو اي بي. فلو انا حكيت له مثلا جيو هيك عملت فاريبل سميته جيو اي بي يساوي نيو من الجيو اي بي فانكشن اللي انا عملتها او كلاس، مش حمرر حاجه، انا مش هعمل لها كونستراكتور شيء. وبعدين بحكي له جيو اي بي وانا عملت ميثود اسمها جيت، وهذه بفترض اعطيها الاي بي ادرس. الان انا الوضع الطبيعي كيف بجيب الاي بي ادرس؟ من الريكوست تبع اللارافيل. طبعا انا ممكن اطلب من اللارافيل انها تمرر لي اوبجكت، لقيت انا في الاندكس عاده ما بستقبلش الريكوست، بس انا ممكن اطلب من لارافيل انه تبعت لي الريكوست اوبجكت زي ما ببعت ليها في البوست وفي الستور وفي الابديت. لو انا هيك في اي ميثود انا بعرفها في الكنترول رحت حكيت له انا بدي الريكوست، فاللارافيل حتمرر لي اياه. تمام لانه هي حتلاقي انه انا بعتمد على هذا الاوبجكت، فهي اوتوماتيك حتبعت لي اياه حتى لو انا الريكوست تبعي مش بوست او بوت. احنا اتفقنا في البوست والبوت بيصلني دائما الريكوست بادي او الريكوست اوبجكت. الان انا لو انا طلبته بشكل صريح حتى لو ما كانش الريكوست بوست اللارافيل حتمرره لي. الان هذا الريكوست اوبجكت بيحتوي على ميثود اسمها اي بي، هذه بترجع لي الاي بي ادرس تبع اليوزر. طبعا احنا في حالتنا حيرجع الاي بي 127.0.0.1، وبالتالي
مش هيعطيني معلومات في الغالب. خلينا نجرب هل هيعطيني معلومات او لا. فلو احنا عملنا هنا زي دي دي للناتج تبع الريكوست اللي هيصير اللي بيجيب لي الاي بي ادرس. يعني هنا عملنا دي دي اللي بتعطيني انفورميشن على العملية اللي انا عملتها. نجرب على طول. اعطانا رسالة، هاي رسالة من السيرفر قال لي ان 127.0.0.1 is a bogon، يعني مش اي بي ادرس، يعني بيعطيك معلومات. طيب احنا ممكن زي ما حكينا اروح على جوجل اقول له my اي بي ادرس، يعطيني الادرس تبعي. هيو انا هثبت، لان هقول له انا بدي هات لي معلومات عن هذا الاي بي ادرس. على فرض انه انا شغال لايف وافترضت انه لقيت اي بي ادرس هذا اللي انا عملتها، رجعت لي هذا الاي بي ادرس. لو رجعنا مره ثانيه عملنا ريفرش هيجيب لي المعلومات. طبعا لاحظ ايش انه الريسبونس اللي رجع لي هنا اري، يعني هذه عباره عن اري فيها كي وفاليو، كي وفاليو. فلو انا اي معلومه بدي اعرضها مثلا انه اسم البلد، الكود، التفاصيل هذه كلها، فممكن احصل عليها من هنا. هاي اول اي بي ادرس استخدمنا، عفوا هاي اول اي بي اي احنا تعاملنا معه. يعني هلقيت، خلينا نحكي لو انا عندي في الداش، خلينا نوقف، هلقيت هنا هاي نحكي الداتا استقبلها هيك، بس نعمل دي دي وممكن امرر هذه الداتا. خلينا نسميها جيو، خلينا نسمي الفاريبل جيو هيك لها، ونمرر هذا الجيو للداشبورد عشان لو بدنا نعرض اي معلومه من المعلومات اللي رجعت لنا. الداشبورد تبعتنا ممكن مش عارف وين نعرض. هنا ممكن نحط مثلا اسم البلد بدل كلمة ويلكم باك، نحط مثلا اسم الكونتري. الريسورسز فيوز مثلا هذه كلها هيك اشيلها مثلا، او هنا ممكن يو ار فروم اعطيك رسالة. يو ار فروم ونحط له هنا الجيو فاريبل تبعنا. طبعا لانه اري فلازم اتعامل معه كاري. الان ضل نعرف شو اسم الكي، احنا ضيعنا اسم الكي، بس ممكن نرجع للدوكيومنتيشن ونعرف انه اسم الكي اللي حيرجع لي رفاح. بس كنا فاتحين واحنا ولا مرة ثانية. مثلا اسم البلد country underscore name، بحكي له جيو للكي تبع الكونتري اندرسكور نيم. فرجعنا كمان مرة عملنا ريفرش هاي جاب لي البلد. تمام كده. اي معلومات تانية بنعرضها بنفس الآلية كده. مثلا طب نربط مع حالة الطقس او مثلا سعر العملة. كده انا عرفت انه مثلا هذا البلد رجعت من ضمن المعلومات الكرنسي كود، فانا بجيب سعر العملات حسب الكرنسي كود هذا. الآن برضو بدور على موقع أو خدمة بيعطيني هذه الخدمة. أغلب المواقع مش مجانية، بس مبدئياً في موقع اسمه Free Currency Converter بيعطيني API مجاني، كمان ممكن أستخدمه. Free Currency Converter API، هذا الموقع بيعطيني Free API، يعني بيعطيني API مجاني، وبرضه بيشرح لي كيف استخدمه. ببعت ريكويست مثلا اي مثال عليه، هاي الادرس او هاي اللوكيشن هطلبه. طبعا نفس الفكره، هو بيطلب مني ابعت له الاي بي اي كي
ببعت لي هنا اطلب، بعد هيك ببعت في الكويري سترينج معين انه انا من اي عمله لاي عمله بدي اغير مثلا. فطبعا يو اس دي هو الدولار، والبي اتش بي هذه مش لغه بي اتش بي، بي اتش بي هذه العمله بتاعت الفلبين اختصارها، تمام. فلو انا بقول من مثلا من يو اس دي لاي ال اس اللي هو الشيكل، هي اعطاني السعر تبع الشيكل. طبعا هذا الريسبونس برضه رجع شكل جيسون، هي شكل الجيسون اللي رجع. فانا بدي اشوف كيف بدي اقرا هذا الجيسون بهذا الشكل واعرضه. طبعا انا ممكن ابعت اطلب اكثر من عمله، يعني انا ممكن مثلا بدي اعرض جدول بالعملات تمام مقابل الشيكل. فانا كمان ممكن حسب الاي بي اي تبعهم، لو عملنا باك موضوع المالتيبل كويريز زي هيك، مثلا اليو اس دي مقابل البي اتش بي والبي اتش بي مقابل اليو اس دي، يعني عكس بعض. وهنا ببعت ليست، يعني هنا بس بدنا نشوف كيف كل اي بي اي نطلبه. هم حاطين في حاطين اكزامبل مباشر، مش عارف حتى اذا هم عاملين دوكيومنت لا، بس هو من الاكزامبل انتم ممكن تفهموا يعني كيف هو اشتغل. في دوكيومنت، هاي الدوكيومنتيشن موجود نفس الفكره. يعني مثلا الفري سيرفر، بعد هيك كيف بنطلب البيانات، هاي شرح كامل. نفس الفكرة قلت هذا الموقع بيطلب مني ابعت اي بي اي كي، فانا ممكن احصل على اي بي اي كي من خلال انه ممكن هنا get your free اي بي اي كي. طب هو بيبعته على الايميل، فلو حطينا الايميل تبعنا وقال لي الايميل ريجستر، اوكي لازم اعمل لوجن. طيب او بروح على الايميل، هو انا تقريبا مستخدمه قبل هيك بس مش متذكر شو الاي بي اي. فهو ببعت لي اياه، ببعت الاي بي اي كي على الايميل، فممكن ارجع ابحث في الرسائل عليه او ممكن نسجل بايميل تاني. بس ما كنتش مستخدمه كمان. has been already او قصده انه هو ريجسترت، يعني روح على الجيميل. نبحث عن كلمة currency converter. تمام، هاي الايميل اللي بيصل عادة، وهي بداخله بيكون الاي بي اي كي. تمام، انا هاي وصلني من 2020، طلعت مستخدم كل الايميلات انا. طيب لقيت نفس الفكرة، حنبني سيرفيس للتعامل مع هذا الاي بي اي. فبنروح على نفس مجلد السيرفيسز اللي بنيناه، نعمل ملف كلاس جديد نسميه مثلا currency او converter او exchange، نسميه currency. currency.php namespace app services كلاس، هنسمي كرنسي على نفس اسم الملف. public function نفس الفكرة get، انا ممكن احكي له بدي من العملة كذا للعملة كذا، بدي سعر عملة من عملة كذا لعملة كذا. فانا ممكن اعمل function بهذا الشكل، وممكن نعمل
function تانية، لو أنا بجيب list public function مثلا get bulk، مثلا get bulk أكتر from the from واحد، بس التو ممكن تكون array، يعني أفترضها أنها array، يعني هي نفس الفكرة بس لا التو هنا هتكون array. طيب خلينا نبني باستخدام نفس الفكرة، هو ال HTTP client CURL. كنت اشتغلوا يعني في low level، فكرة ال CURL هي عبارة عن functions في ال PHP، هي extension فعال. إذا أنتم كنتوا تشتغلوا ال CURL، شوف أكيد إحنا كيف كتبنا ال HTTP، كتبنا سطر بسيط صح؟ أكيد شوف حنكتبه هذا كم سطر حياخد معنا بال CURL. فكده انا ياكم تفهموا السي ار ال، بس لما تشتغلوا على تشتغلوا الاتش تي بي كلاينت، او بس لو انتم مش شغالين لارافيل فيش عندكم اتش تي بي كلاينت، هتشتغلوا مثلا سي ار، يعني لو انتم بتشتغلوا مثلا بيور بي اتش بي هتضطروا مثلا تشتغلوا على السي ار ال لانه هي الاساس. الان في السي ار ال في عندنا فانكشنز جاهزه للسي ار ال، ففي عندي مثلا سي ار ال اندرسكور انت، هذا بيجهز لي الكونكشن او بيجهز لي السي ار ال كوماند. ممكن ابعت الرابط نفسه اللي انا بدي ابعت عليه الريكوست مباشره في السي ار ال انت. فلو انا جيت نرجع للدوكيومنتيشن تبع نروح على الهوم، بس نروح على الفري فيرجن. تمام الدوكيومنتيشن، او لو جينا من هنا يعني او لو طلبنا المثال واضح انه هذا هو العنوان اللي حطلبه لعندي. خلينا ناخد هاي شكل العنوان كامل، هاخد كل اليو ار ال. الان اللي بيختلف هنا الاي بي اي كي، هحط ايش الكي تبعي عند هنا، هنا هحط الكي تبعنا. هذه عبارة عن العملة فروم تو، طبعا هنا مكتوبش اني بعتش فروم تو، بدي احط الفروم في الاول اندرسكور التو، هذا احنا هنبنيه. تمام يعني هنبني والكومباكت يس هذا عشان يعطيني الريزلت يعني مختصر. طيب الان انا متى ممكن اعمل، لانه هستخدم الاي بي اي اكثر في اكثر من فانكشن، وهستخدم كمان ال تمام. فانا ممكن اعمل هنا بروتكتد بروبرتي اسميها اي بي اي كي، اساس انه خلاص بدل ما كل مره انا اكرره هناخده من الايميل تبعنا. طبعا احنا في البي اتش بي بنعرف لو انا عملت السترينج ده بعد داخل دبل كوتيشن فبامكاني احط بداخله الفاريبلز، يعني الاي بي اي كي ايش هقول له؟ this اي بي اي كي. الكويري هنا هتكون عباره عن هسميه متغير اسميه كيو مثلا زي ما هو مسميه، وهذا متغير حبنيه برا هالوقت. تمام نيجي نحكي الكيو تساوي عبارة عن ايش؟ الفروم، بس انا عشان اضمن انه يتحول لكابل كيس فانا ممكن استدعي فانكشن str to upper للفروم concatenation مع الاندرسكور بعدين str to upper كمان مرة مع التو. فهيك انا بنيت كيف الشكل اللي حينبعت. تمام طبعا هذا الكوي هنا مررناه W Q أنا سميته Q. تمام هذه طبعا الـ CURL init اللي أنا بنيته، طبعا هي السنة أعطتك كل الرابط تبع الـ API اللي أنا بدي أطلبه كامل. الآن هذه هترجع لي زي هيك بنسميه ريسورس تبع للـ connection اللي أنا بدي أعمله مع الـ CURL init، عشان لقيت فيه تفاصيل تانية عشان أنفذ هذا الـ كده لسه ما تنفذ، يعني لسه بجهز في الـ إيش في الـ في الريكوست، بس احنا لسه ما بعتش الريكوست. عشان ابعت الريكوست بستدعي فانكشن اسمها CURL underscore execute، ببعت له الهاندل طبعا اللي رجع لي من الانت، يعني اللي انا رجع لي من الانت انا سميته مثلا متغير سميته مثلا سي اتش، هو اللي حيرجع لي او هو اللي بعمل له اكسكيوت. الان في بعض الاحيان الاكسكيوت هذه فعليا حتروح الاوتبوت اللي بيرجع من الاي بي اي هذا بتطبع لي على الشاشه، انا ما بدي اياها تطبع لي على الشاشه، انا بدي اخده في فاريبل عشان اعمل له لسه معالجه. تمام فلو انا افترضت انه حيرجع لي هنا ريزلت، الان اول شغله لازم احكي للسي ار ال انه هنا ما بدي اياك تطبع لي
على الشاشة بدك ترجعي لي اياه. ففي اوبشن هذكر ممكن نبدا نبعتها. ففي عندنا فانكشن اسمها CURL underscore set option، الهاندل اللي انا بعمل عليه الاوبشنز هدول وشو اسم الاوبشن تمام وشو القيمه تبعت الاوبشن. طب هنا اسماء الاوبشنز كلها عباره عن كونستانتس لانه هي ارقام، فانا مش هكون حافظ الرقم، بس انا ممكن من اسم الكونستانت اعرف شو الاوبشن بدي اياه. مثلا في عندنا اوبشن اسمه، طبعا كل اوبشنز هتبدا بكلمه سي ار ال او بي تي اللي هي كلمه اوبشن سي ار ال او بي تي. طبعا هنا لاحظ هاي برنامج عشان بدعم البي اتش بي بيعطيني سبورت على طول او هنت. ففي عندي اوبشن اسمه ريتيرن ترانسفير او ترانسفير، تمام هي اوبشن اسمه ريتيرن ترانسفير. لكن ايش اقول له هنا؟ ترو، انا بدي اياك تعمل لي ريتيرن للترانسفير. هاي الاوبشن الاول، وهيك صار انا الاوبشن او اللي حيتنفذ حيرجع لي في الريزلت. طيب انا مثلا عادة الريسبونس بتكون حكينا من ايش؟ من هيدرز وبادي. فالريسبونس اللي بيرجع فعليا في الريزلت حيرجع لي كامل بالهيدرز وبالبادي، انا ما بدي الهيدرز انا بهمني البادي. فانا بدي اعمل هنا اقول له لما ترجع لي الاوتبوت رجع لي بدون الهيدرز. ففي اوبشن برضه للموضوع هذا، فبجي احكي كمان مره سي ار ال سيت اوبشن على نفس الهاندل تبعي. الان اسم الاوبشن برضه سي ار ال او بي تي اندرسكور هيدر اتش تي تي بي هيدر اللي تحت. لا هذه عفوا، لو انا بدي اعمل سيت هي الهيدر هذه اللي فوق. True to include، هاي لاحظوا في الديسكريبشن True to include the header in the output. تمام، انا بدي false، فانا حكي له header واقول له لا هذا حيكون false. هذول تقريبا دائما التو اوبشنز تقريبا بنحطهم مع اي كل مره، بعد هيك لو في اوبشنز ثانيه بنضيفها. عادة لما يكون request بطريقة الجيت فيش اي اوبشنز ثانيه ممكن احتاج اعمله، الا اذا هو طالب مني ابعت headers معينه مع الجيت، بس هذا مش طالب مني اي حاجه. لان الناتج تبع هذه عباره عن الجيسون اللي احنا شفناه. لما انا ضغطت على هاي هيك حيرجع لي الريسبونس، هذا سترينج تمام. طب بدنا نحول لسه للاوبجكت. ففي عندنا برضه في البي اتش بي فانكشن اسمها جيسون زي ما حكينا اندرسكور ديكود، بعطي لها الريزلت اللي رجعت لي حترجع لي الجيسون او بترجع لي الاوبجكت تبع الجيسون تحديدا يعني. فانا ممكن اعمل ريتيرن للناتج ده بشكل مباشر. احنا ممكن نعمل تيست كمان في الداشبورد هيك بسيط. هنوقف شوي مبدئيا هيك، نوقف بس هات الجي واي بي عشان ما يحسبش علينا ريكوستات. طبعا هيك يعطينا ايرور، فانا ممكن في الداشبورد اقول له اذا كانت موجوده اعرضها، مش موجوده ما تعرضهاش عشان مش هبعت الجيو. فأنا هنا علامتين استفهام تاني إنه إذا هذا الفاريبل موجود اطبعه، مش موجود اعتبره فاضي. نعمل object من الكرنسي كونفرتر تبعنا new currency، وهذا الكرنسي هنقول له get، والفروم هنقول له مثلا بدي أنا من ال USD لا الـ ILS اللي هو العملة الإسرائيلية. هذا هيرجع لي الريزلت، خلينا نسميه مثلا الـ Exchange. خلينا نعمل DD للـ Exchange نشوف الريزلت كيف شكلها اللي رجعت. تمام، خلينا نوقف هذه الجيو. لا مش مشكلة، أنا هيك هذا الـ D أصلا مش هتكمل تحت. تمام، فلو طلبنا نفس الفكرة الداشبورد كمان مرة، هاي شكل الريزلت اللي رجع عبارة عن اوبجكت. هذا اوبجكت مش اري، والاوبجكت بيحتوي على بروبرتي اسمها USD ILS. طبعا هو هيك بيرجع وجوا الـ ILS حلاقي بال كذا. حكيت لو انا بدي اخليه يرجع لي كاري اذا ما بدي اتعامل معه كاوبجكت، فانا ممكن هنا في الجيسون ديكود فانكشن في السكند ارجيومنت اقول له الاسوشيتيف ترو بدل فولس، هيك حيرجع لي على شكل اري مش على شكل اوبجكت. عملنا ريفرش، هي صارت اري، والاري فيها كي. الكي هو عباره عن نفس الكرنسي اللي انا بعته، نفس الكويري، وفي جوا اري فيها فال والقيمه بشكل مباشر.
اكيد لو نريد نفس الفانكشن هذه بس للبالك انه انا ابعت له اكثر من كون في هي وين خلاص حكيت لو انت عندك مبلغ تضرب الكونفرتر في المبلغ هذا هذا بس ببعث لي السعر الصرف انا بدي اضرب مبالغ هذا بصير انتوا بس بتكملوا يعني مش قصه عشان يكون بطلب شيء ابعت منه المبلغ طبعا في بي ايز مثلا بقول له هات لي ليست اوف اول كرنسيز في بي اي بيرجع لي كل العملات لو انا بس بدي اطلع هيك كومبو انه يختار من الى فممكن اخذ العملات من هنا من الاي بي اي تبعهم هذا الاي بي اي مثلا هيو كرنسيز ببعث له الاي بي اي كي فبروح ارجع لي الليست بكل العملات في عندي مثلا بكل الكونتريز تمام اكيد لما نتكلم على المالتيبل كويريز اكيد احنا عشان فري بحكي لي ماكسيمم معايا 2 كويري يعني بس ببعت عملتين عشان فري بس هل الفكره انه هو تقريبا نفس الاي بي اي بس الفكره انه انا في الكويري هنا بعتت العمله الاولى فاصله العمله الثانيه تمام فهو فعليا نفس الكود هذا تقريبا بس خلينا نبني المره هذه باستخدام ال HTTP انا هخلي هذا فوق ريفرنس للسي ار ال بس حنرجع لموضوع البيز يو ار ال لان البيز يو ار ال تبعنا هو هذا ممكن نعتبره ممكن كمان نعتبره لعند هنا البيز بعد كده الريكوست هنبعته بطريقه الجيت زي ما شفنا على الكونفيرت وهنا طبعا بلزم ابعت له الاي بي اي كي اللي حناخده من الديس اي بي اي والكويري اللي احنا حنبنيها طبعا ممكن احكي له على طول رجع لي اياها كجيسون يعني حتى الجيت مش حتى الجيت حترجع لي الريسبونس فانا الريسبونس جوا جيسون انا ممكن بشكل مباشر استدل جيسون ميثود على الريسبونس وهنا ممكن نعمل اذا ريتيرن بشكل كامل لهذه الجمله يعني هنا كتبت كل الكود تبعي في وان ستيتمنت لانه هذه الجيت رجعت لي ريسبونس اوبجكت الريسبونس اوبجكت بيحتوي على ميثود اسمها جيسون وانا بدي ارجع الناتج تبع الميثود تبعت الجيسون يعني في وان ستيتمنت ضل هنا بس هنا نبني الكويري يفترض الكويري هنعمل زي فكرة for e طبعا لو انا بدي اجبر انه ال2 تكون array فانا ممكن اكتب له هنا كلمة array في الاول هيك انا بضمن انه دايما ال2 هتكون عبارة عن array الكويري تاعتنا هتساوي هي في البداية هتكون string فاضي ممكن نعملها حتى مش string هنبنيها ك array في الاول هنعمل for each على 2 as مثلا value الكويري اللي هنبنيها عبارة عن from نفس الصيغة هذه بس هنا بدلتوها نستبدل value لأن هذه الكيو اري أنا قلت أنا ما بدي أحولها لأ بدي أحولها لإيش العناصر بتاعت الاري تصير string بيناتهم فاصلة فإيش أنا ممكن أعمل include الانبلود اللي بحول الري الانبلود بحول الري لسترينج وبحط السبريتور اللي انا حطيته هذا حيكون ايش ما بين عناصر الري تمام فانا بدي فاصله وحطيت فاصله هنا فهيك انا بنيت بالطريقه هذه الجمله كمان لو بدنا نعمل تيست على الجيت بالك هذه فلو رحنا على الداشبورد واستدعينا بدل جيت جيت بالك وقلت له اس جيت بالك وحكيت له انا بدي منيو اس دي بدي اجيب مثلا الاي ال اس وبدي الدينار جي او دي دينار اردني هيني بعتهم على شكل اري لو طلبنا الريكوست هاي الريسبونس قال لي الكويري تبعتك هذه هي انه فيها تو ريزلت الريزلتس نفسهم هاي اري فيها من يو اس دي ل اي ال اس من يو اس دي لجوردانيا وهنا طبعا يعطيني تفاصيل
الاي دي انا بيهمني ممكن الفال، ما بيهمنيش لا التو ولا الفروم، بيهمني الفال. هنا نفس الفكره، بيهمني مثلا الفال. طبعا بصير انا بعمل لوبينج على الريزلت. خلينا مثلا نعرض هدول الريزلت في الداشبورد. احنا ممكن نعمل العكس، احنا ممكن نعتبر الاساس انا ممكن اعمله هنا من انا عاده مثلا التو هو العمله تبعت المستخدم، فاحنا ممكن نعكس يعني نخلي الفروم هي الاري، صح؟ انا مثلا عملتي الشيكل، فانا بيهمني اسعار العملات مقابل الشيكل. فيفترض دائما انه انا بقول له يو اس دي لاي ال اس وجوردن لاي ال اس. فهناكس هقول له انا بدي هنا اي ال اس يو اس دي وجوردن. بس شايف كيف حيطلع السعر من شيكل لدولار او من كده؟ لا انا اعكس، فانا ممكن اش اعكس، اعكس في البناء مش مشكلة. ممكن اجي احكي اعكس اخلي الفروم هي اللي في الطرف اللي الثاني، عشان اصير احول مثلا من اليو اس دي لكذا، فبدي احط الفروم في الطرف اللي ورا عشان احول الها. هيك لو عملنا ريفرش، هاي من يو اس دي لاي الاس ومن جوردانيا لاي الاس، وانا فعليا هذا التابل بدي ارسمه. قلت لو نبعت هذه الداتا للداشبورد ونعرضها، فخلينا نفعل الجيو اي بي. تمام، اجد انا بدي اخذ الاي ال اس اللي هي العمله تبعتي من الجيو هذا، اصير الشغل شويه دايناميك. فاحنا عشان عارفين ان عندي حيكون جيو، وفي الجيو في متغير اسمه كرنسي اعتقد. خلينا نتاكد كيف نروح على الدوكيومنتيشن. قال لي حتلاقي عندك حاجه اسمها كرنسي، جوا الكرنسي حتلاقي كود. انا بدي الكود فعليا، ما بديش النيم. اقول له هات لي الكرنسي، طبعا لانه اري فهلاقي اري اوف اري كود، لكن استفدت من التنتين. الان حبعت الاي اكس، هنبعت الجيو مش مشكله، وهنبعت كمان للداشبورد مثلا خلينا نسميه هذه. انا بدي من الاي اكس، قلت لاحظوا كيف شكل الاوتبوت هنا اي اكس، انا بدي الريزلتس اللي جوا الاي اكس نفسها. تمام، فانا ممكن احكي له مثلا اكسشينج، هذا مثلا مصطلح اكسشينج. القيمه حتكون عباره عن الاي اكس فاريبل تبعي والريزلتس اللي جوا، عشان اصل بشكل مباشر للريزلتس. طبعا اري اوكي الداشبورد. في اعتقد احنا عندنا تيبل تحت في اخر الملف، ممكن هذا التيبل. نعمل هنا at for each على سمينا exchange. لازم تان رو لان انا بدي هو بيعطي الكي، انا اعتبره زي كي، اذا انا بدي از كي، از كي رو خلينا نحكي هنا مثلا هحط قيمة الكي، لأنه الكي هو بس طبعا الكي مش مفهوم، فأنا ممكن ألجأ لا حتى ما ألزمش للكي، أنا بطلع على الفروم والتو خلاص. تمام، فأنا ممكن أحكي له الرو الأف آر فروم. تمام، بعدين داش، بعدين اقول له الرو للتو. لكن احط بقى مثلا من اي ال اس 2 يو اس دي، ومثلا في هذا المكان بدل الرقم هذا احط
اللي هو الرو للفال قيمة التحويل. بغض النظر عن الأرقام التانية، طبعا جاب البلد. لو نزلنا تحت هاي الجدول من USD لـ ILS أو من هو مختار عكسنا، بس هاي جاب لي الأسعار. يعني مفترض أنا أقول له تو وأنا أقول له فروم FR حسب الاسم في الريزلت اللي بترجع لي. فهيك أنا صرت قادر باستخدام الإيفايز أعرض معلومات زي هيك. طبعا ممكن حالة الطقس كمان بدي أدور على موقع بيعطيني حالة الطقس، وكمان في موقع بيعطيني API مجاني للموضوع هذا. أنا هعطيكم اسمه كمان، وبدي اياكم انتوا الوقت تجربوا حسب المفاهيم اللي حكينا عنها انتوا تبنوا هذا الـ API كassignment، يعني هنا any class. بس اسم الموقع اللي هو open weather map، موقع برضو simple يعني. تمام، هذا هي الموقع بيعطيني اكثر من API كمان. الله مش مشكلة. بتروح علينا على جزئية الـ API. لان انا اي بدي في عندي مثلا الكرنت ويذر، انا مثلا بدي فقط حاله الطقس الحاليه، ففي عندي اي بي اي للكرنت ويذر، في عندي اي بي اي لموضوع الفوركاست لاربع ايام، يعني اروح اعرض انه اليوم بكره بعده ايش حاله الطقس هتكون. تمام، الديلي فوركاست هنا حاله المناخ، يعني في تفاصيل كثيره، بس انا بتصور يعني انا بدي تربط مع الاي بي اي تبع الكرنت ويذر داتا. طبعا في نظام سبسكرايب، بمعنى نفس الفكره، هتعملوا اكونت على هذا الموقع وحيصير لكم زي اي بي اي كي تتعاملوا معه. الان في الاي بي اي دوك يشرح كيف احنا نجيب البيانات، وقال عاده احنا بنجيب البيانات بطريقتين، اما باستخدام السيتي نيم يعني اسم المدينه. لاحظوا ايش شكل الريكوست، هتبعتوا ريكوست على هذا الاي العنوان، البيانات المطلوبه لكيو هتحتوي على اسم المدينه. طبعا ممكن اسم المدينة ناخده من الايش؟ من الجيو اذا رجعت، اذا مش مراجع للجيو في اعتقد طريقة انه نبعت اللوكيشن باي هاي بالكوردينيتس. احنا رجعت احنا الجيو بترجع للكوردينيتس، فهنا مثلا هاي الشريح لو انا بدي ابعت بالكوردينيتس اروح ابعت له قيمة اللاتيتيود واللانكيتيود. تمام، يعني انا مش متوفر عندي اسم المدينة. طبعا مرات بكون باكل ادق، موضوع الاحداثيات ادق لانه بالضبط بيعرف في المنطقة اللي انا بدي اياها. فاحنا الجيو الاي بي اي بيرجع لي الاحداثيات. انتم ممكن كتست تجربوا انه تعملوا في الاي بي اي سيرفيس تبعتكم اكثر من طريقة، مثلا جيت باي سيتي، جيت باي مثلا لوكيشن، عشان تصير لو انتم عندكم احداثيات تستدعوا الفانكشن هذه. تمام، هتعملوا ساين اب عادي، هتحصلوا على الاي بي اي كي اللي بطلبوا منكم، وبنفس الآلية تربطوا اللي انا عملته. فجربوا في المرحله الان يعني تربطوا مع هذا اللي. طبعا هنا برضه بشرح لكم اذا في اكسترا بارامترز ممكن تبعتوها، مثلا زي قصه اليونتس، انه انا مثلا عايز هو هيرجع لكم حاله الطقس مثلا بالفهرنهايت، انا بدي اياه بالسيليزي، فبنيجي نحكي في اليونت بدي اقول له مترك، ببعت له قيمه مثلا بارامتر اسمه يونتس قيمته مثلا مترك. المود انه كيف يرجع لي الصيغه، هو فعليا بيرجعه كجيسون. تمام، فهو مش محتاج تغيروا فيه. اللانجويج لو انتم مثلا بتكون حاله الطقس ترجع بالعربي مثلا، فممكن تبعثوا لانج يساوي اي ار، فبرجع لكم المعلومات بالعربي. تمام، تحت في هذا الشرح الريسبونس كيف حيرجع، حيرجع ريسبونس هيك شكله. تمام، جيسون في الاحداثيات في حالة الطقس بشكل عام جنرال كلير ديسكريبشن كلير سكاي. جوا المين بيرجع لي درجات الحرارة، بس هذا طبعا بالفهرنهايت عشان هيك طلع رقم كبير، والمينيمم يعني الحرارة الدنيا والحرارة القصوى. في الويذر درباكم كنت انتبهوا انه هذا الويذر اللي بيرجع عبارة عن الويذر عبارة عن ايش؟ Object. Object
طلعوا منين؟ array جواها object. فلو انكم تصلوا للمين هتحكوا وذر، بعدين تحطوا offset 0 اللي هو اول عنصر، بعدين تقولوا مين، تصلوا للمين. تمام، جربوا يعني معانا وقت كويس، جربوا انتم تربطوا مع هذا الموقع اللي اسمه openwithermap.org يعني اسم الموقع. تمام، مبدئيا جربوا حطوا كلمة غزة انتم يدويا لانه موجودة، لو كتبتوا حطيتوا الستة تساوي غازة تمام هيجيب لكم درجة الحرارة عندنا. الآن احنا في الويذر من ضمن برجع لي ديسكريبشن وصف حالة الطقس، وبرجع لي هنا ايكون بس ككود. الآن هذه فعليا ممكن استغل الايكون كود هذه عشان استخدم اعرض شكل يعني صورة لحالة الطقس نفسها. الآن كيف بدنا نعرض هذه الصورة؟ في يعني من ضمن الديسكريبشن ممكن ابعث لكم انا هذه الروابط مش عارف كيف، بس في عندنا هنا رابط how to get the icon URL، فبيحكي لي انت بس كل ما عليك انه احنا نستدعي هذا الرابط، وفي اخر الرابط بنحط الكود اللي بيصلني. تمام، ولو بدي اخليه طبعا يظهر بحجم اكبر فبحكي له 2x at 2x. هذا طبعا هذا الكود اللي رجع في الايكون مثلا 01d، يعني هني مثلا نطلب هذه في التاب الايكون تاب يعني حالة الطقس، يعني هاي ايكون حالة الطقس. بس احنا رجعنا في الاي باي تبعنا مثلا 01 دي فرضا، فبستبدل هنا في الرابط بستبدل الكود هذا بالكود هذا اللي انا برجع لي من الاي بي اي، مثلا هنا حالة الشمس المشمس يعني مثلا، فانا الكود بيرجع لي اصلا في الاي بي اي، بس كل ما علي اني انا اضيفه على هذا العنوان. طبعا هي عباره عن صوره في النهايه، عشان انت مثلا هيك معناته في الداشبورد انتوا حتكونوا عاملين شغله زي هيك مثلا ايمج في مكان ما حسب انتوا وين حتعرضوا الداتا، او افترضنا هنا جنب الباراجراف هذه. فهي فكره انه حتعملوا ايمج السورس تبعها هو ايش اللي بيرجع لكم. هذه المنطقه اللي انا مضللها هي اللي بتتغير حسب القيمه اللي بترجع لي من الاي بي اي اللي هو فعليا الايكون كود، فبصير يعرض لي في المنطقه هذه صوره حاله الطقس. زي هيك، فانتم ممكن تكونوا عاملين هيك مربع زي هذا المربع مثلا، تحطوا درجة حرارة بخط كبير، الديسكريبشن تحتي، وجنبه يطلع الصورة ويطلع عندكم شكل زي بتشوفوا في أغلب المواقع، انتم ممكن تشوفوا كيف تصميم مناسب لها. الرابط هو فعليا نفس الموقع openwithermap.org، بس بعدين في كلمة image/wn، بعدين بيجي كود الايكون. طبعا مش شرط ات 2x، لو انا بدي اخلي الايكون تظهر بحجم اصغر بنشيل هذه فبتطلع بحجم اصغر. تمام، بس انا عامل جدول فبدي مثلا يكون صغير، انا عامل لا مربع كبير بدي الايكون كبير، فبنتحكم بهاي الشغله. طبعا دوت بي ان جي دائما ثابته دوت بي ان جي، فاللي بيتغير دائما هذا الجزء من حاله الطقس. قررنا بشكل سريع عشان احنا نحتاج نخلص، فمين ما ظبطش معها؟ مين ظبط معها؟ طيب انا هيك بشكل سريع هعمل الكلاس تبعت الويذر، وانتم شوفوا ايش اللي عملتوه وانا ايش اللي عملته، غالبا شبه بعض هنطلع يعني. new file wither مثلا نسميه .php، نفس الفكرة php namespace app services، الكلاس تبعتنا اسمها wither، نفس الفكرة هعمل protected لل API key هنا عشان نخزنه. انا فاتح الداشبورد تبعتي ولا لا؟ عملتش لوجن انا ساين ان، اعتقد بهذا الايميل
تمام، هاي اللي باي كيز. ممكن ننشئ، اعتقد لا بسمح لي بواحد عشان فري، ناخذ اللي باي كي ونضيفها. public function get مثلا باي سيتي، على فرض انا هبعت اسم المدينة، نفس المبدأ هنعمل return نستخدم ال HTTP facet ال page URL. انا كمان ممكن اثبته فوق اسميه مثلا page URL يساوي، وهذا هناخده من ال API. HTTPS بدون كلمة وذر، ممكن اعتبر هذا هو البيز تبعنا، لأن البيز يو ار ال بدل ما انا اكتبه بصير احكي له هات لي اياه من this base URL، وهذا الريكوست حنبعته بطريقة ال get. حناخذ كلمة وذر بس، والبارامترز اللي حنبعتها هو طالب ابعت ال app ID، هو عبارة عن قيمة this API key تبعنا، وطالب أبعت متغير اسمه city ولا كيو؟ كيو اللي هو في city. لو أنا مثلا زي ما حكينا موضوع إنه يطلع لي بالسيليزي، هو بيرجع لي في فهرنهايت، فأنا بحكي له units مثلا متريك. لو بدي يطلع بالعربي فممكن أحكي له lang AR مثلا. شو عنا كمان؟ هذا الريسبونس بدي اقوله بعدين كرجع لي اياه كجيسون، يعني اجهزه كجيسون، هيك بنكون بعتنا الريكوست. في الداشبورد انا بحثت عنه صحيح. انت ابحثي بس، هو فعليا لو رحتوا على نفس الموقع وبعدين ويذر كونديشنز، مش عارف من وين رابط هذا الويذر كونديشنز، فانت لو بحثته how to get weather map icon، get open weather map icon، يعني لو انت بحثته على get او open weather map icons هيطلع لكم اول واحدة في نتيجة البحث. طيب احنا خلينا نكمل هنا. اوكي ونوصل نحن في الويذر، هيك تقريبا احنا جاهز. فلقيت انا بدي استضيف الداشبورد، نفس الفكره، نيجي نعمل هنا اوبجكت نسميه مثلا ويذر يساوي نيو. ويذر الان حاله الطقس، لو احنا سمينا المتغير كمان ويذر، ممكن نعمل شغلة زي هيك. هو مش حتى انا عملت اوبجكت حطيته بين قوسين، هذا الاوبجكت اللي برجع هقول له استدعي لي ميثود اللي اسمها get by city، واسم السيتي مثلا ممكن حاليا اثبتها غزة، لان هذا الويذر فيه فعليا الاري اللي فيها كل تفاصيل حالة الطقس، انا ممكن امررها بشكل كامل للداشبورد. يعني حسب الـ API اللي برجع، خلينا احنا مثلا نشوف شكل الداشبورد تبعتنا. لو انا بدي اخذ مربع من هذول المربعات، هذا مربع مثلا بدي احط فيه حالة الطقس، يعني عشان يكون شكل قريب 33.5، ولا اروح على ملف الداشبورد نبحث عليها. هيها الرقم هذا هعتبره هو درجة الحرارة، هقول له من الويذر variable تبعنا في أظن مين، جوا المين حنلاقي ايش؟ تم الباونس ريت هي الكلمة اللي تحت، حنعتبر هي الديسكريبشن تبع الويذر، فهو كمان الديسكريبشن تبع الويذر حلاقيه موجود في ويذر، بس في عنا هنا كي اسمه ويذر،
وهذا الويذر اصلا اري، فبدي اقول له اول عنصر في الاري تبعت الويذر. بعدين جوا الاري هذه في عندي ديسكريبشن او حتى نيم ديسكريبشن. لا انا ناخذ الايكون الصوره اللي انا عملتها فوق بدي احطها تحت. الصوره عاد كيف ممكن نعرضها؟ نجرب نعرضها مكان. انا على فكره قاعد اشتغل في المنطقه هذه غلط مكاني، راجع. احنا كنا مفترض نشتغل في 33.5، بس مش هذه الثانية، هذه هي. هنا بدنا نحط حالة الطقس هي من الوذر مين، بعدين بقول له تمب. وهنا حنيجي نحط الديسكريبشن من الوذر وذر جو العنصر صفر، اقول له هات لي ديسكريبشن. هذه هي الايكون، ممكن انا اشيل الايكون هذه احط مكانها صور مع هذه كلمة اسمه، احط مكانها الصورة تبعتنا. نجرب كيف هيطلع شكلها اللي هي هذه الصورة. الان هذا المتغير هناخده من الايكون رجع في الاي بي اي، فانا ممكن امسحه واحط هنا كود اكسبريشن، هقول له من جوا الويذر في عندي ويذر والويذر اوف زيرو، وجوا الزيرو في عندي حاجه اسمها ايكون. عارف كيف حيطلع شكلها؟ طبعا لو بدي اطلع حجمها كبير فبحكي له هنا قبل ال at dot png اقول له at 2x. هيك تقريبا لو عملنا ريفرش هاي الشكل نوعا ما. درجة الحرارة سماء صافية بالعربي، انا طلبت يجعلي عربي، وهي حالة الطقس. كده نحط إشارة درجة الحرارة، تعرفوا كيف؟ يعني جنب درجة الحرارة بدي أحط الدائرة الصغيرة اللي فوق، هذه لها كود اللي هو بسموه at dig. هذا بنسميه الـ entity code للـ special characters. فعندي at dig اللي هي باختصار كلمة degree، تمام؟ فغالبا حتعطيكم شكل هاي، تمام. دائما اي انتيتي كود بتبدا باشاره الاند وتنتهي باشاره السيمي كولون، ما بينهم بيعطيني انتيتي كود مختلف. فكلمه طبعا غالبا اغلب الاسم الانتيتي كود بيكون جاي من اسم الشغله انا بدي اياها. فهيك بنكون احنا ربطنا مع حاله الطقس. فاحنا قلت استخدمنا تقريبا 3 خدمات، انه انا استدعيت اي بي ايز، اجيب حاله الطقس، اجيب اسعار العملات، وطبعا اجيب هذا كله بناء على اللوكيشن تبع اليوزر. البضال عندكم لما تيجي ترفعوا مثلا الموقع، انه يعني انا بستبدل الاي بي الثابت هذا بالجيت بالاي بي، فبصير يجيب المعلومات حسب كل يوزر، كل يوزر بيجيب معلومات حسب هو من وين فايد. احنا طبعا ثبتنا الاي بي هذا لانه شغالين احنا اللوكال هوست، راح يجيب لي دائما الاي بي تبع اللوكال، فمش حيظبط. تمام هيك؟ جربوا ضلكوا يعني حاولوا في موضوع الاي بي ايز. هذه باي سهله فيش فيها تفاصيل كثيره بنبعتها. هنيجي ناخذ كيف نربط مع اي بي ايز ثانيه بتطلب كومبلكس داتا اكثر، وموضوع توكنز وما توكنز وتفاصيل زي هيك، يعني خاصه في بوابات الدفع في اللقاءات الجايه ان شاء الله.